طبعا خرج أهالي معرة النعمان في مظاهرة من أجل الإعلان عن دعمهم الكامل للعمل الذي يقوم به الفصائل، فصائل الجبهة الوطنية للحد من بغي وسطوة هيئة تحرير الشام، والدعوة إلى محاسبتهم ومحاكمتهم، والدعوة إلى حل هيئة تحرير الشام لتخليص المحرر من هذا السواد الجاثم على صدورنا. نحن اليوم بدنا نقول كلمتنا للثوار انه يعيدوا ثورتنا الى مسار الصحيح بقتال جبهة النصرة باجتزازهم من جذورهم. ما لازم يرجعوا يطلعوا، ما لازم تكون معركة نصف معركة، لازم تكون معركة كاملة حتى انهاء القاعدة. نحن ثورتنا ثورة شعب، العلم الأخضر لازم يرفرف في سماء بلادنا. ما في عنا علم أسود، ما في عنا قاعدة، ما في عنا إرهاب.